فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق، لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم شيماء عادل من تيم علوم بشكل جديد. ان شاء الله النهاردة هتكلم معاكم عن فاميلي بثيسي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اوردر برينوسبوريليس، وعرفنا ان هي بيكون فيها ثلاثة فاميلي، البثيسي والبرينوسبوريسي والالبوجينيسي. النهاردة ان شاء الله هتكلم عن فاميلي بثيسي، وبداية لازم نعرف الجنرال كاركترز اللي فيها. اول كاركتر لازم نعرفها ان هي بتكون موجودة يا إما في الووتر أو في السويل. تاني حاجة إن هي بتكون يا إما سابروفايت أو بارزايت، ودي كاركتر أنا قلتها المرة اللي فاتت. بعد كده أول مثال في البثيسي اللي هو البثيوم، وخدنا كمان الفيتوفثرا، يعني أنا قلت المثالين دول المرة اللي فاتت. أول مثال اللي هو البثيوم هتكلم عنه النهاردة. البثيوم ده بيكون عبارة عن باثوجين اورجانيزم، ده بيصيب البلانت او الانيمال، بيعمل لهم انفكشن يا اما البلانت او الانيمال. واغلب السبيشيز اصلا بتاعه البثيوم بتصيب النبات وبعدين بتنتقل لهوست تاني، يعني هي اصلا مش بتفضل في البلانت بس وبتفضل كده طول اللايف سايكل بتاعتها، لا هي بتعمل انفكشن للبلانت او الانيمال، وغالبا اللي بتعمل انفكشن للبلانت بعد كده بتنتقل لهوست تاني زي الدوجز والكاتس، وغالبا كمان بيكون الهيومنز. وده طبعا بيحصل لو الفرصة متاحة، يعني هي مش بتنتقل من البلانت لهوست تاني الا اذا كانت الفرصة متاحة ليه. المرض بقى اللي البثيوم بيسببه ده بيختلف من هوست للتاني، لان اكيد المرض مثلا اللي موجود في الكات مش هيبقى زي الهيومن، مش هيبقى زي الموجود في الدوجز وهكذا، يعني كل هوست بيكون ليه ديزيز معين. تمام، البثيوم بقى بيسبب مرض اسمه بري إميرجنس كيلينج، وكمان بيعمل دامبنج اوف بوتيتو، بيعمل برضو تحورات في نبات البطاطس كده، ويعني ده الديزيز بتاعه. وكمان بيعمل فوت روت، دي الديزيز المحتملة بتاعة البثيوم اللي بيسببها للهوست بتاعه. المايسيليوم بتاعته بتكون سينوسيتك، دي قلناها كتير قبل كده، وكمان قلناها المرة اللي فاتت ان هي بتكون نون سيبتيتد، والنيوكليس بتاعتها بتكون مالتي نيوكليتد وبتكون سكاترد، وكمان بيكون فيها جرانيولار سيتوبلازميك كونتينت، وما بيكونش فيها سيبتم في البداية، لكن بعد كده بيتكون كروس وول بعد كده موجود فيه، يعني في البداية ما بيكونش فيه سبتم خالص في المايسيليوم، علشان كده اسمها سينوسيتك، لكن بعد كده بيتكون كروس وول. البثيوم او البثيسي عموما بتتميز ان هي ما بيكونش عندها هستوريا، ودي برضو كاركتر انا قلتها المرة اللي فاتت، ما عندهاش هستوريا، ولو اتوجدت بتكون موجودة في شكل برانشيد، وكمان بيكون عندها ثيك وولد كلاميدوسبور. تمام، يبقى الكاركتر دي مهمة جدا، ودي بتميزها برضو عن التو فاميليز التانيين، ان هي ما عندهاش هستوريا، نو هستوريا، وعندها ثيك وولد كلاميدوسبور. اللايف سايكل بقى بتاع البثيوم، طبعا احنا عارفين ان اي لايف سايكل بيكون فيها سيكشوال واس سيكشوال ريبرودكشن. بداية هناخد الاس سيكشوال ريبرودكشن باختصار كده، المايسيليوم اللي موجودة في الهوست هتبدأ تكون سبرونجيا اللي هي الحافظة الجرثومية، يبقى المايسيليوم هتتحول الى سبرونجيا، والسبرونجيا دي عرفنا المرة اللي فاتت ان هي بتكون مختلفة في الشكل، يعني مثلا البثيسي بتكون ليها شكل معين، ليها شكل سبرونجيا معينة، والبرينوسبوريسي والالبوجونيسي ليهم شكل سبرونجيا مختلفة عن الفاميلي التانية. دلوقتي المايسيليوم كونت او تحورت في شكل سبرونجيا، بعد كده السبرونجيا دي فيها نيوكلياس كتيرة جدا، النيوكلياس دي كل نيوكلياس فيها هتاخد شوية سيتوبلازم حوالين، يعني كل نواة هتاخد شوية سيتوبلازم، وبعد كده هيتكون زوسبور، كل نواة بعد ما خد شوية سيتوبلازم حواليها اتكونت زوسبور في السبرونجيا دي، كده السبرونجيا بقى فيها زوسبور كتيرة. بعد كده الزوسبور دي هتخرج من الاسبرونجيا
وهتعمل سويمنج. بعد ما عملت سويمنج يعني بعد تايم معين من السويمنج، الفلاجيلا بتاعتها احنا زي ما احنا عارفين ان هي بتكون باي فلاجيليتد، فالفلاجيلا دي هيحصل لها كات اوف، هتتقطع وتكون بعيدة عن الزوسبور، والزوسبور هيحصل لها انسيست. يبقى الزوسبور هيحصل لها ايه؟ انسيست. يعني كده بعد ما الفلاجيلا حصل لها كات اوف، الزوسبور هيحصل لها انسيست، وبعد كده هيحصل جيرمينيشن عن طريق الجيرمتيوب. تمام. يبقى بسرعة كده الاسكشوال بيتم ازاي، احنا ممكن نشوفها على الصورة. هنا مثلا ده عندي الفانجاس بيدخل البلانت روت، ده البلانت اللي هو الهوست بتاع الفانجاي نفسه بتاع الكائن. تمام. بعد ما دخل اللي هيحصل بعد كده، هيتم تكوين الاسبرونجيا، المايسيليا بتاعت الفطر هتكون سبرونجيا اللي هي الحافظة الجرثومية. بعد كده الاسبرونجيا قلنا ان هي بيكون فيها نيوكلياس كتير او سيتوبلازم، فكل نواة هتاخد شوية سيتوبلازم وتكون الزوسبور. تمام. بعد كده الاسبرونجيا هتنفجر وهيخرج منها الزوسبور دي، وبعد كده هيحصل لها جيرمينيشن، بالجيرمتيوب. دي كده اللايف سايكل، اللي هي جزء اللايف سايكل اللي هو الاسيكشوال. طيب السيكشوال ريبرودكشن بقى بيتم ازاي، هنشرح برضو على الصورة، بلاش نرجع للكلام، الصورة اسهل. السيكشوال ريبرودكشن بيتم ازاي، احنا طبعا عارفين ان السيكشوال بيتم عن طريق الفيوجن ما بين الانثريديوم والاوجونيوم. طيب انا عندي في حالتين للانثريديوم والاوجونيوم، يعني هم اصلا ممكن يكونوا الاثنين موجودين مع بعض على نفس الثلث، وبالتالي هسميه هوموثلق، يعني الانثريديا والاوجونيا على نفس الثلث. لو الاوجونيا موجودة على ثلث والانثريديا موجودة على ثلث تاني، يبقى كده اسمه هيتيروثلق. دي بداية كده لازم نعرفها. فانا عندي في الحالة دي مثلا ده الاوجونيوم والانثريديوم الاثنين على نفس الثلث، يبقى اسمها هوموثلق. طب ايه اللي هيحصل بقى، انا عندي برضو هنا الفنجاي دخل هنا في الروت بتاع البلانت، بعد كده هيتم تكوين ايه، عندي الاوجونيا هتتكون والانثريديا هتتكون. عندي الاوجونيا بيكون شكلها سفيريكال، والانثريديا بيكون شكلها كلوب شيب. كده الاوجونيا سفيريكال والانثريديا كلوب شيب. طبعا اصلا المرة اللي فاتت عرفنا ان كل فاميليز بيكون فيها سنجل ايج، ما عدا البيثيوم بيكون فيها مالتي نيوكلييتد، يعني كانت الالبيجونيسي والبرينوسبوريسي عرفنا ان الاوجونيوم بيكون فيها سنجل ايج، لكن البيثيوم في حاله الاوجونيوم والانثريديوم بيكونوا مالتي نيوكلييتد فيها انويه كتير. المهم دلوقتي طبعا بيكون فيهم سيتوبلازم، السيتوبلازم اللي فيها ده بيكون ليه شكلين، الشكلين بتوعه قبل ما نتكلم عن السيتوبلازم لازم الاول اقول طبعا ان بعد ما حصل فيوجن ما بين الاوجونيوم والانثريديوم اتكون عندي الاوسبور، فالاوسبور ده في سيتوبلازم طبعا، لان هو اصلا عبارة عن فيوجن ما بين النيوكليوس اللي موجودة في الاوجونيوم والنيوكليوس بتاع الانثريديوم، فالاوسبور ده في سيتوبلازم. عندي نوعين من السيتوبلازم، يا اما يكون اوبلازم، الاوبلازم ده اللي هو مالتي نيوكليتد سنترال ماس من الاوبلازم، فدي الايج بيحصل لها ديفلوبينج منه، ديفلوبمنت منه من الاوبلازم ده. ده عباره عن سيتوبلازم موجود في السنترال بورشن بتاع الاوسبور. تمام. في بقى بيربلازم بيكون حواليه كده، وده بيكون فيه نيوكلياس كتيره جدا. تمام. يبقى كده عندي نوعين من السيتوبلازم، يا اما اوبلازم وده اللي الايج بيحصل لها ديفلوبمنت منه، تاني حاجه البيريبلازم وده بيكون فيه نيوكلياس كتيره. بعد كده بقى هيحصل انقسام للانويه دي، هيحصل مايتوتيك ديفيجن. بدايه هيحصل مايوتيك ديفيجن، هيحصل انقسام ميوزي. بعد كده بعد ما حصل طبعا انقسام ميوزي بقى عندي انويه كتيره جدا، فكل الانويه دي هيحصل لها ديجينيريشن، وهيتبقى عندي نواة واحدة بس، النواة دي هي اللي هتفضل بس موجودة، باقي الأنوية مع الأنوية اللي موجودة في البيريبلازم، لأن أنا قلت إن البيريبلازم فيه
نيوكلياس كتيرة، فالنيوكلياس اللي موجودة في البيري بلازم مع النيوكلياس اللي جات من الميوتيك ديفيجن هيحصل لها دي جينيريشن، بس هيتبقى نواة واحدة بس. تمام، بعد كده النواة دي هيحصل لها ميتوتيك ديفيجن أثناء الإيج ديفلوبمنت، يعني النواة اللي اتبقت دي هي هتعمل انقسام ميتوزي أثناء الإيج ديفلوبمنت. تمام، بعد كده بقى هيحصل جيرمينيشن للأوسبور وتكون الفانجاي من أو الفانجس من الأول وجديد، ودي كانت اللايف سايكل السيكشوال والأسيكشوال ريبرودكشن بتاعت البيثيوم. كده خلصنا البيثيوم، المرة الجاية إن شاء الله هتكلم معاكم عن الفيتوثرا، وده هيكون الاكزامبل الثاني اللي موجود في فاميلي بيثيسيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرص العطاء كثيرة أبوابها، والخير مولود له عشاق لن يتقن الأعمال إلا مخلص متبسم متفائل سباق.